السلام عليكم، هذا فلوق جديد من قناة ناصر الذيب أو الذيب. طبعا يا شباب، أنا حسابي بالإنستغرام فورد عو تقفل علي من الإنستغرام، وحسابي الاحتياطي ناصر الذيب أو الذيب 1997 مو راضي يفتح معي. حاولت أفتحه مو راضي يفتح معي، ما تبند لكن مو راضي يفتح معي، ما أدري إيش المشكلة. فإذا أحد سأل عني أو أحد يعرفني سولى شير على هذا الفيديو، لان انا الحين ما عندي انستغرام ابدا، عندي سناب، وبحط لكم الكود حق سنابي. وضيفوني سناب، ضيفوني سناب ويوتيوب، لان انستغرام حاليا ما عندي. اذا ما رجعوا حساباتي بالانستغرام، انا الانستغرام ما راح اسوي فيه حساب ابدا، لان كذا طفح الكيل. 4 سنوات اتعب على فورد عو، في النهايه تقفل علي كذا. ان شاء الله يرجع، لكن اذا ما رجع انا متواجد يوتيوب وسناب. يعطيكم العافية. وش جاء هذا الموتر؟ سلامات. ما في الا الفيجو. فورد كرام فيكتوريا، طبعا ما ندري ايش المشكلة اللي فيه، مو راضي يشتغل، لكن نشوفه بعدين. خلونا نروح حق قليل المواصفات. فورد فيجو، فورد فيجو 2019 اقل مواصفات من فورد فيجو 2018. يعني من تجربة اللي كان عندي 2018 الرمادي، فيها زرار في الدركسون وفيها ريموت. هذا يعني ذكرك بالسيارات القديمة، يعني ريموت ما في، نركب لها ريموت بعدين. طيب، كان في أزرار في الرمادي اللي كان عندي هنا، هذا ما في. هذا 3 سلندر وهذاك 4 سلندر. المفروض 3 سلندر يكون صرفية أفضل من 4 سلندر، لكن للأسف من تجربة هذا 3 سلندر صرفيته ما هي أفضل من 4 سلندر. فمدري الصراحة، يعني الرمادي اللي كان عندي 4 سلندر 110 حصان صرفيته أفضل من هذا. هذا 3 سلندر 125 حصان. طيب، خلونا نتكلم عن قناتي أو حسابي في الانستغرام اللي تقفل فورد عو، وحسابي الاحتياطي انتم ما تدرون حتى هو تقفل. حسابي الاحتياطي الذيب 1997 ما تقفل، من يعني زي فورد عو، لكن مو راضي يفتح معي، ما ادري ايش المشكله. فورد عو تقفل نهائيا، ما ادري ايش او الباندا او ما ادري ايش بالضبط. يعني في احتمال انه يرجع، في احتمال انه ما يرجع. جالس اراسل شركه انستغرام واحاول ان ارجع الحساب، ودعواتكم لي ان شاء الله انه يرجع. طبعا الحين انا ابغى اغسل السيارة، طبعا هذا شيء ما كان موجود هنا، كانت الشاشة فوق هنا، لكن الحين صارت الشاشة تحت. بس هذه الشاشة انا عرفت لها، اللي هناك انا ما عرفتها. طبعا انا حاط تكية من عندي، في له التراكشن هذا، اوكي، هذا يفتح التراكشن، وهذا يشيك الكفرات كلها. طبعا هذا التراكشن فصلته، شوفوا كيف تفصله من هنا. اللي كان عندي اللي شاشته فوق، التراكشن تفصله من الشاشه نفسها. وهذا الزر اللي قلت لكم عنه حق الكفرات، اللي هو هذا، شوفوا كيف هذا بيشيك لك الـ4 كفرات، يعني اذا هم فيهم هواء او لا. طبعا في تيبترونيك، لكن في شيء انا ما ادري ايش اسمه، نسيت الصراحه اسمه، اللي هو تحط الجير على الدي،
تحط الجير على الدي او على الاس وتضغط بريك وبنزين يصير الضغط على 3. هذا الشيء موجود بالرمادي اللي كان عندي بس ما هو موجود هنا، فنسيت اسمه والله، ذكروني في اسمه. ركبنا الستاير اخيرا، لكن في واحدة ما ضبطها، اوريكم كيف ما ضبطها. هذه الحديدة مسوي لي قروشة، اول مرة ما جابها، اول مرة فصلت عنده ما حطها، بخليه يفكها. هذه الحديدة بالنص وكلهم مضبوطين الا اللي هناك، اللي هناك شوي يعني، شوفوا المراية اللي على الباب يعني ما تخليك تشوف. طبعا الحين انا جالس، شوفوا كيف المراية، يعني انا اعطيكم وضعية القيادة بالتصوير، شوفوا كيف المراية ما تشوفها كاملة، المفروض تكون كذا تشوفها كاملة. فانا برجع له بخليه يضبط لي الستارة، بقول له يعني يشيل جزء منها، يفصل لي تفصيل ثاني او شيء. اللي هناك مضبوطة ما فيها مشكلة، طبعا اللي بالنص تتكنسل، رافعها على السقف انها خلاص ما تستخدم اللي بالنص، بس تستخدم اللي على البيبان. هذه مضبوطة بس هذه ما هي مضبوطة، فانا بقول له هو سوى لي زي المركيز بس شوي يعني الطول طويل، يعني حتى شوف وضعية القيادة ما تشوف يعني يعني خلنا ارجع شوي وضعية كذا راسي. اوكي شوفوا كيف تشوف نص المراية، هي مراياتها لحالها صغيرة يعني. طبعا جاتني مخالفة 150 على الستاير، اول مرة الصراحة يعني المركيز 4 سنوات ماشي فيه بالستاير ما حد خالفني، بس يقول لي يعني العسكري يفكها وافكها يعني انزلها، بس ما يخالفني، بس اول مره جاتني مخالفه، والمخالفه 150 ريال اللي هي وضع حواجز تحجب الرؤيه. فانتبهوا يا اصحاب الستاير، المرور او امن الطرق على طول يخالفكم. انا خالفني وانا رايح المطار، كنت واقف تحت كوبري عشان الشمس حاره، وواقف تحت كوبري وجاء قال لي امشي، انا مشيت وهو وقفني، قال لي وقف، قال لي هذه ستاير ولا تضليل؟ قلت له ستاير. منا يا ابن الحلال مشنا شيء منا عليها مخالفة، ما ادري ايش قال لي عليها مخالفة، كم المخالفة؟ قال لي 150. فغرامة 150 اول غرامة، يعني ما صار لي شهر من طلعت السيارة وجاتني اول غرامة، نقول الحمد لله. لكن مثل ما قلت لكم حسابي في الانستغرام ما ادري ايش اللي خلاه يتقفل، اتوقع ان انا فتحت الحساب يعني اي ميجو او ميجو اللي حسابه تقفل فترة ورجع، والحمد لله ان رجع. دقيت عليه وتواصلت مع الرجال وما قصر، اعطاني معلومات، قال لي ان انت يعني فاتح حسابك في الانستغرام في اكثر من حساب، معليش فاتح حسابك في انستغرام اكثر من جوال، بيتقفل عليك. قلت له كيف يعني؟ قال لي انت كم جهاز فاتح؟ قلت له عندي ثلاثة اجهزة فاتح فيها، وفاتح في جوال اخوي، وفاتح في جوال اخوي عندي 2 اخوان، فاتح حسابات يعني تقريبا في 6 جوالات او 5 جوالات. قال لي هذا السبب يعرض حسابك انه يتبند، لكن في باند تقدر تسترجع فيه الحساب وفي باند ما تقدر تسترجع فيه الحساب. انا ما ادري اقدر ارجعه ولا، لكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله الحساب يرجع، وبنحاول الصراحة يعني ان شاء الله بنحاول. والله يبارك فيكم، هذا الفيديو اخذناه و يعني اذكر تذكرون انتم كيف كانت معاناة بدون الفيديو. هذا الفورد فيجو 2019، طبعا اختلف من برا الطيس، الطيس صارت اجمل، الصدامات صارت فيها لمسات افضل يعني. يعني والشبك صار اجمل الصراحه، يعني عن يعني خارجيا 19 اجمل الصراحه. الموتر لونه ابيض صاير كنه نظيف، هذا الحلو فيه. طبعا اللي بيسال عن الموستنج، الموستنج موجود وان شاء الله بس يكون جاهز 100% ان شاء الله راح اصوره لكم ونعطيكم عنه فلوق بالكامل. طبعا اللي بيسأل عن المركيز، المركيز انا اعطيته صاحبي، انه قال لي ما عنده سيارة فاعطيته اياه،
وابد يعني الخوي يساعد خويه ولا وش فايده الاخوه. طبعا خلونا نفك الستاير عشان بنغسل السياره غسيل داخلي وخارجي غسيل بالكامل. طبعا اللي بيسالني عن صرفيه الفيجو الصراحه انا ما انصحكم فيها هي ولا تراج، لانه في واحد قال لي لا تراج تصرف بعيدة هذيك بعد ما أوقف أنزلها. اللي بيسأل عن الصرفية، صرفية الفيجو الأربعة سلندر 2018 وتحت صرفيته أفضل من الثلاثة سلندر من تجربة. الصراحة هذا يصرف أنا ما يعني جاني إحباط الصراحة، يعني أنا شاريه عساس يوفر لي بنزين، صحيح إنه وفر لي لكن مو بالشكل المطلوب. يعني المفترض الثلاثة سلندر صرفيته تكون أفضل من الأربعة سلندر. فأنا صحيح أني أحب فورد لكن أنا ما استحي أقول العيوب، عيبها أنها تصرف وفورد جابوا فينا العيد، وهذه الورقة اللي مكتوب فيها 18.4 يعني أنا ما أدري هذه صحيحة أو لا. أنا الحين السيارة بتصرف عندي بنزين بشكل غير طبيعي، الفيجو اللي كان معايا الرمادي صرفيته أفضل بشكل ملحوظ من هذا الفيجو. هذا الفيجو ثلاثة سلندر صرفيته سيئة من تجربة يا شباب. يعني إذا بتقول لي أنا أخذ لي فيجو 2018 ولا فيجو 2019 أقول لك خذ لك فيجو 2018، أو باختصار لا تأخذ أي سيارة من فورد ثلاثة سلندر، لأن الثلاثة سلندر هذه ماكينة جديدة. فورد متى سووا ماكينة ثلاثة سلندر؟ توهم 2019، يعني السنة هذه سووا ماكينة ثلاثة سلندر. فلا أحد يشتري فورد ثلاثة سلندر صرفيتها سيئة، الأربع سلندر أفضل صرفية. يعني هذه أنا أقولها بحق من تجربة، الفيجو أربع سلندر صرفيته أفضل من هذا. هذا وصلنا المغسلة، وأنا أشوف المغسلة مرة زعمة الصراحة، ما أتوقع بيدخلوني لكن نشوف الوضع. طبعا أنا جالس أفضي كل شيء داخل السيارة عشان أغسلها. هذا صرفية الوقود اللي يسأل عن الصرفية، هذا صرفيتها لكن من تجربة سيئة سيئة مقارنة بالفيجو اللي كان معي. طبعا سعة التخزين ما شاء الله ممتازة. اللي بيسأل عن محل الستاير اللي أنا فصلت عنده الستاير، هذا الكرت حقه، قولوا له جايك من طرف فورد عوب يضبطك، فرع رقم 2 بالدمام عند حي بلازا عند بنك الراجحي اللي مقابل حي بلازا، عالم الستاير. مثل ما قلت لكم مخالفة 150 ريال على الستاير، فإذا بتركب ركب وإذا ما بتركب لا تركب. أنا عن نفسي ركبتها لأن أنا مجربها ممتازة، لكن العسكري اللي خالفني أول مرة تخالف الصراحة على الستاير. سعة التخزية ممتازة الصراحة ما عليها كلام. هذه السيارة من ورا يعني صراحة ممتازة من داخل، ما أقول شيء يعني، بالعكس أنا أقدم المراتب ويصير في مجال حلو للركاب اللي ورا. نروح نغسل السيارة. ايش الشنطة هذه؟ لا خليها هنا عندي موية الجلوت تكي شلناها عشان نغسل السيارة. المراية اللي بالنص خلني اضبطها لان انا كنت حاط ستارة خلفية فكنت مطنشة. طبعا هنا سكن واطي العالي عشان ضربة واحدة، شوفوا الطبلون ضربة واحدة يشتغل العالي بس كذا. هذا كشافات ضباب، طبعا اذا حطيته سكن كشاف الضباب ما يشتغل معك، لازم تحط طواطي ويشتغل معك كشاف الضباب. طبعا هذا الزرار ما احب العب فيه، ترفع وتنزل الانوار بس خله مثل ما هي وكالة. هذا الزر يعطيك عداد رحلات حرارة 39، هذا البنزين 292. الصراحة صرفية سيئة، عبيتها فول ب 65 ريال في سيارات 4 سلندر كبيرة يعني زي السوناتا 2020 صراحة، يعني على حجم السوناتا وحجم الكامري إنه أكبر صرفيتهم أفضل.
لكن الحمد لله يعني اهم شيء ان السياره انا مستفيد منها حتى لو كانت تصرف بشكل غريب يعني او تصرف بشكل بسيط. يعني اشوف ان صرفيتها يعني ما علي، اموري اهم شيء تكون طيبه. طبعا هذا حق ال ترشمويه حق المساحات يعني. طبعا هنا الصندوق في اغراض تجي من الوكاله، كتالوج ما كتالوج. هنا المدخل 12 فولت مرتب، شكله صاير افضل من اللي كان عندي. طبعا الحلو هنا تقدر تثبت الجوال، يعني شوفوا ينفتح هذا كان هذا حده يرتفع، بس تقدر تنزله على حد جوالك خلاص يكون ثابت يعني مثل كذا. شوف لكم تجربه، نحط تبون احط بلمبه ماش دعوه يا اخوي، ارفع كامل ثبت الجوال كذا نزل عليه بس تكون زي الشاشه يعني مسلكين لك امورك ان شاء الله. وين حق الكبوت؟ الكبوت اي ينزل لكم الكاميرا، هذا حق الكبوت، هذا هنا حق الكبوت. حلو حق البنزين هذا مكانه، فتحتها لكم كلها شو اسوي لكم. في احد يعبي لي فول الحين سوي، لازم تروح للمحطه دوام، انا اصور لكم قبل الدوام. طبعا الشنطه مساحتها حلوه والله، والله مساحتها حلوه يعني كسياره صغيره مساحتها حلوه والله. طبعا هذا الانتل انا شلته، طبعا سير كان سياره بيتزاهات او كنتاكي، شكلي بشيل الطيس بعد. يوه اسود سواد العين ما شاء الله، شكلي بفك الطيس يا عيال. وش ذا لستك؟ اوكي عشان نربط الدراهم في بعضها يا شيخ، من كثر الدراهم والله. المهم روح الكبوت، ثلاثة سلندر طبعا، سلندر سلندرين، وين الثالث؟ يا ولد هذه سلندرين ما هي ثلاثة سلندر. لا لا وين؟ هذا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة سلندر السيارة ماكينتها كبر الطابعة حقت الدراسة. هذا فلترها صغير يا حليلة والله، والله جليلة. في قصدير داخل ما ادري حاطين سندوتشات ولا ايش، في قصادير. انا استغرب السيارات اللي عندي من قبل ما فيها قصدير، يمكن هذا عزل. عزل يا شباب، عزل هذا يعزل لك. نشوفكم ان شاء الله على خير، واتمنى لكم التوفيق ومبروك عودة الدراسة، وشدوا حيلكم والله يوفقكم، ونشوفكم ناجحين كلكم بإذن الله. السلام عليكم. ان شاء الله البنزين، لا لا اول شيء نروح نعبي بنزين نوريكم كيف نفولها، نعبيها فل ونخلص الفلوق العيون حقين البنزين. بس عب بنزين عب بنزين عب بنزين، الكومنت كله عب بنزين. ابشر الحين عبي فل واقفل الفلوق. سلام. اشرب اشرب اشرب، جعل ما يشرب غيرك يا قلبي انت، اشرب بالعافية 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 بالعافية، اشرب اشرب جعل ما يشرب غيرك يا شيخ. ما شاء الله تبارك، ايه هلا راحت لمبة البنزين، هذا المطلوب، جعلني ما اشوفها. اشرب يا الفيجو، تلي قلبي تل الفيجو من خطوط الدمام للأحساي. يا عمري الفيجو انت يا عمري، تل قلبي تل الفيجو، تل قلبي الفيجو، تله تله للفل تله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، نص هلا والله بالنص. يلا فول فول يا مدير، فول فول، روح روح، اطلع اطلع، ارتفع يا ولد ارتفع ارتفع ارتفع، يلا يا اخوي ارتفع. دقة واحد طبيعي ما يرتفع، لو يعني عبى بسرعة ثلاث دقات ما ادري كم دقة ذا كان بسرعة، بس ما في مشكلة، بشويش بشويش شكل بشويش، تدرون الرضيع الطفل لازم بشويش، ما ينفع تخليه ياكل بسرعة، بشويش ارضع ارضع البنزين شويش يا الفيجو، بالعافية بالعافية بالعافية. عمره سنة
توه صغير مسكين اول فل. الف الف مبروك اول فل الفيجو. اول فل الفيجو واخيرا واخيرا 60 ريال وصل. يا ولد ايش سالفه 60 ريال فيجو؟ ما يصير يا ولد، ارفعوا البنزين يا ولد، شكله يبغى له ديزل. والله وصل 65 65 وصل 350 كيلو. لا هو القراءة مو عدل الحين، اذا مشيت تصير 500 او 600. خلونا نصور هناك 65 بيزيدها شوي تصير 65 فل ب 65 صفر، ترى البنزين صفر 65 فلها ب 65. ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو الغسل للفيجو. عالم الستاير عند صراف الراجحي، البنك الراجحي المقابل حي بلازا. هذا حي بلازا، هذا صراف الراجحي، هذا عالم الستاير. السلام عليكم. السلام. ايش عندكم انواع ستاير؟ عندي انوار ستاير، انا واحد زي حدا. عطني من اقل نوع الى اعلى نوع، عطني كل الانواع يعني. اول شيء في زي هذا حديد الايديا. هذا الحين اللي كان عندي. اي هذا اللي الايديا لازم يكون رجع عندك عشان اسوي ترتيب. طيب كم سعر السعر هذا؟ كله سعر حساب السيارات. سيارات على حسب، في سيارات حساب السيارات عشان الجزاز، في جزاز خلينا نقول اكسنت عشان اكسنت كثير موجود. الاكسنت بي ممكن 100 ريال 120 حساب السياره يعني. بس سوي ديسكاونت حق متابعين. ما في مشكله، ما في مشكله تمام حلو. وفي ثاني الحين موجود نوع جديد السبرينج. شوف زي هذا، هذا السبرينج. هذا سبرينج، هذا ما يجي افضل سبرينج. سبرينج شوف كذا كيف، ما يخرب يعني، ما يجي خراب. هذا سبرينج وهذا افضل، ما يخرب الجلد حقك، ما يخرب الجلد. هذا حلو. يعني انا طول امسك انت ما يجي افضل. حلو. وفي نوع ثاني جديده تو جاي، هذا احسن واحد يعني. هاي هذا هو الحين، هذا شوف ابغى انصفط انصفط، ابغى خلي ابغى كيف. هذا بعد ما يخرب الجلد صح؟ ما يخرب الجلد، هذا يسحب على طول. شوف حلو هذا نجم على طول، خليه ما شاء الله.
جاهز ولا تفصيل فيه؟ في جاهز في تفصيل. انا وسيارات ما شاء الله كله سياره موجود. وشوف ستاير عندي استروك هنا. هنا الستاير. هذا اللي استروك كله ستاير. كله هذا طلبيه. اي ما شاء الله. هذه حق الزبون. حق زباين. هذه الطلبيات حق زباين. كله هذا. كله حق زباين. ما شاء الله. طبعا الموقع بالدمام يا شباب مقابل حي بلازا جنب بنك الراجحي. اسمه عالم الستاير. فرع 2. وين فرع الاول؟ فرع الاول خبر. في فرع في الخبر. خبر وين؟ طريق مكة. الخبر طريق مكة عندهم فرع هناك. حتى هناك ستاير يسوي؟ اي ما شاء الله. طبعا هذا فرع 2 عالم الستاير. تفصيل جميع انواع الستاير، تنجيد، تلميع، تلبيس، زينة سيارات، تظليل، عازل حراري، كهربائي، مسجلات، مسؤول كمال، جوال 0501572912. الدمام شارع الملك سعود جنب بنك الراجحي. يعطيكم ألف عافية وشكرا على المتابعة. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير، وارسلوا لجميع أصحابكم اللي يعرفوني، لأن خلاص أنا حسابي في الانستغرام تقفل وما عندي إلا اليوتيوب والسناب شات. والسلام عليكم.